الأحد الثالث بعد العنصرة. بسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين. العين عضو النظر، ونحن نتأثر بما ننظره، ويصدق هذا القول طبيعيا وروحيا. والعين البسيطة كناية عن التمييز الروحي أو الاهتمام بما فوق، حيث المسيح جالس، واتخاذ الغرض الأوحد للقلب. ومن تعلق قلبه بهذا الكنز السماوي صار له غرض سماوي ينظر إليه روحيا، فينطبع على قلبه ويتجسم في حياته ويصبح به روحيا وسماويا، وإذ ذاك يبصر جيدا ويدرك أفكار الله. ولا يخفى أن الجسد موضوع الشهوات التي من شأنها أن تغشي البصر الروحي وتمنعنا عن معرفة الله على حقيقته، لأن نقي القلب هو الذي يعاين الله. والعين الشريرة كناية عن الاهتمام بما على الأرض، ومن نظر إلى الأرض كنصيبه يمتلئ من الشهوات العالمية، فلا يقدر أن يميز بين السماء والأرض، ومهما تكلم عن السماء فإنه يظل متمسكا بالأرض بكلتا يديه، لأنه قصير البصر يحكم بحسب العيان أو بحسب نظره البشري القاصر، فينظر السماء بعيدة والأرض قريبة، حيث الكلام عن الإنسان الذي قصر بصره الروحي ونسى دعوتها السماوية وتحول عن المسيح في المجد وصار مهتما بما على الأرض. فإذا كان النور الذي فيك ظلاما، فالظلام كم يكون من الأمور الممكنة لنا أن نحصل على مقدار من النور بندرك ما هو مقام المسيح ودعوته، ومع ذلك نستصعب السلوك بموجبه، فنختار الأرض نصيبا لنا، وحينئذ نفقد النور الذي عندنا، لا بل نستعمله كحجة لنبرر به أنفسنا في عيشتنا العالمية، فيزداد ظلامنا ظلاما. وهذه بكل أسف هي حالة الجميع الذين يقال لهم المسيحيون، الذين يهتمون بالعالم أو المسيحيون بالاسم، لأنهم ينتسبون إلى السيد السماوي وهم مستعبدون للأرض، فيفقدون النور الذي عندهم ويزيد ظلامهم. الذي يحب الرب يسوع يلازمه أن يتبعه ويسير معه، والذي يحب العالم لا بد أن يستعبد له، وإذ ذاك يبغض المسيح ويحتقر وصاياه. وكانت محبة العالم أعظم فخ لليهودي، ولا زالت كذلك للمسيحي. يستعبد الإنسان الذي يحبه، فخدمة سيدين مستحيلة، وصليب المسيح يمتحن حالة قلوبنا، لأن القلب الذي يملك عليه المسيح يكون العالم مصلوبا له، أما القلب الذي يملك عليه العالم فلا يكون المسيح مكان فيه. لا يوجد شيء يحفظنا من محبة المال إلا الثقة بالله، فإن الذي خلق أجسادنا ومنحنا الحياة هو خالق رؤوف. لما خلقها لم يغض نظره عن القوت والكسوة اللازمين لها، وإن كان قد أعطانا الهبة العظمى أي الحياة والجسد، ألا يعطينا الصغرى أيضا أي الطعام واللباس؟ صحيح أنه يوجد
فرق بين البشر والطيور، فعلينا أن نشتغل منتظرين منه أن يبارك على أتعابنا، خلافا للطيور التي يقوتها بدون أن تتعب لعزها الطبيعي عن الزرع والحصاد والجمع، وعز فراقها أيضا حتى عن السعي وراء القوت. فليس قصد الرب من هذا الكلام أن يعلمنا أن نترك أشغالنا وننتظر القوت مثل الطيور. إن الشغل النافع من الناحية الروحية يلهينا عن شرور كثيرة، أما الشبع والكسل فيفتحان الباب لتجارب عديدة. إن الرب يسوع طلب من تلاميذه أن لا تخنقهم خموم الدنيا كما يختنق الشوك الزرع، فأوصاهم قائلا: اطلبوا أولا ملكوت الله وبره، وهذه كلها تزاد لكم. على المؤمن أن ينظر إلى الأعلى، لأنهم أبناء الملكوت، ليسوا من هذا العالم رغم وجودهم في العالم. وجودهم في العالم له إيجابيات، لأنهم ملح العالم والخميرة التي يجب أن تبقى في العجين. في كل مؤمن يوجد ملك المسيح، وهذا الملك هو المحبة، وشعاره الصليب، وثمرته أعطاء النور لبني البشر لكي يشهدوا للحق ويقتربوا من الملكوت. فالمطلوب من أبناء الملكوت في هذا العالم أن يسالموا جميع الناس، وأن يحبوا حتى أعدائهم، وأن لا يعادوا أحدا. مع محبة الأب بطرس ميشيل جنحو. أنت نور الله.